وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ظهرت بعض الإشكالات عند بعض العلماء، كيف هناك أمم كافرة دالت على الأمم المسلمة في عدد من الأزمنة؟ فمن العلماء من قال جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا بالحجة والغلبة والبيان، ومن العلماء من قال ما داموا مستقيمين على طاعة الله وطاعة رسوله فلهم الغلبة إذا امتثلوا أمر الله وأمر رسوله، فإذا فرطوا فليس لهم هذا الوعد الذي ذكر الله في كتابه.